وانا بديك حقنه ولا ايه؟ ايه يا ابويا ده؟ ايه ده؟ هو حابب يتكش على زمان ولا ايه؟ زمان ده اللي هو امتى؟ انت طول عمرك بتفصل منه الدنيا محفوظ. انا بقى هضطر انزل اشيل شويه هدوم جديده. ماله واجب برضه يا محفوظ؟ يا اخويا ارفع ايدك كده. ما تعرفيش ايه صوت ده؟ صوت جيراننا اللي فوق اهو خلقت على طول. يا ستي يا ستي يا ستي نطعوا مخطوب على لما كانوا بيسألوا عنه. تنكر يا تحش اهدى. تنكر يا تحش تنكر. اصل ما حضرتش ولادتك. مش يا خالد اللي عملت لك هلا معلش ولادته ايه؟ هدي نفسك يا ابني. يلا يا سيادة هدي نفسك. سيبكم سيبكم انت انت واقفه لسه كويس بشكل محفوظ كويس. ها قوم اداري قوم اداري يا اختي في الاخير دول. عم بيطلع قوم اداري فيها من عمته. مسكوا من عمته. تعال خش جوه. تعال يلا نخش جوه. معلش يا اختي استحملي شويه. مش قادره استحمل. مش قادره. كل يوم ضرب واهانه ومديين. مين يا رب تستحمل كل ده؟ ايه لا تتقطع ايده بعيد؟ هو يعني عشان ما انتوا يوتا هيعمل عليك راجل كل شويه؟ على الله حد يعرف يهديه بدل ما هو عامل بره زي الطور الهايج. بقى ده جزاتي؟ ده جزاتي ان انا شايله زي ما اكون امه مش اخته؟ يا رب انا مش قادره استحمل ده. انا كنت طالعه لمنه غسينه. العيب مش عليه، العيب على اللي ملموم عليهم وحاشين له دماغه بكلام غلط. وانا مش هستنى لحد ما يعمل لي عاهه والله يضيع لي عيني. انا مش هستنى مش هستنى. ما اقدرش استحمل شخص زي ده. هتعملي معاه ايه بس؟ خد يا حبيبتي. انا ممكن اسيب له البيت واهرب. اهرب واسيب له البيت خالص. اوعي يا يما. الهروب يا حبيبتي مش هو الحل. سأليني انا. يا ربي بس كده. معلش يا حبيبتي. بتتحمى في الولاد دول. اهدى 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 بالله كده يا استاذ. اسمك كريم اشرف مش كده؟ كده ولا مش كده؟ انت مين اصلا؟ وباي حق تتهجم عليا؟ ده المصيبه السوداء اللي احنا فيها دي. ايه يا خال في حاجه ولا ايه؟ في حاجه ولا ايه؟ لا لا انت عشان كمل نومه. انت جاي شقيان؟ لا لا يا حبيبي. بتقول انا اللي اتهجمت عليك؟ يا سبحان الله. ده انت يا راجل اللي اتهجمت على البنت الغلبانه وعصرتها كانت هتفرفر في ايديك. يا راجل يا راجل بنت عامله زي العصفوره الرقيقه وانت بسم الله ما شاء الله بخل بخل. يا اخويا اختي وبربيها. انت مالك انت بتتحشر ما بيننا ليه؟ ماشي يا عم ممكن يكون عندك حق بس افهم بس يعني البنت دي اجرمت في ايه؟ يمكن استفيد يا اخي. انت يا اخويا لو عندك بنت في سنها ترضى انها تتكشف على رجال وبشعرها؟ انت رايك ايه؟ رايي ايه؟ واحنا هندخل لبعض قافيه هتقول لي رايي ورايك؟ ده كلام ربنا. انا غلطان اني ما اجبرتهاش على النقاب. اما جوزتها الاول نطع يخبط على باب الشقه وهو بقى يبقى يشيل ذنبها ويصطفه. لا 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 يا اخ اشرف مفيش حد بيشيل ذنب حد. كل نفس بما كسبت رهينه. يا راجل
يلا كده ننزل نصلي العصر يا جماعه في المسجد تحت، وبعدين بعد كده نبقى نتكلم. عيب لما تنطر ايدي، عيب عيب. راجل كبير، راجل طيب. انت راجل حشري. اغير بس الجلابيه وبعدين ابقى اجي معاك. اخرب بيتك حامل من سنين. يلا 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 يا سيدي. يلا يلا يلا. قوم نصلي العصر. نروح؟ لا نصلي العصر. سامع سامع هو جاب لنا شنطه، صوته بيجلجل. الله اكبر الله اكبر. يا اشروف مش جاي معانا؟ يلا حبيبي يلا شوف. يلا يلا حبيبي يلا شوف. يلا 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 يلا. دوري دوري. ما دورتيش ان شاء الله عنك. ما دورتي اتأخرنا. حضر كاميرا سعيدة. اهلا، انتوا تاني؟ هو انت مفيش حد غيرك في الحارة دي ولا ايه؟ اصل احنا بعيد عنك ما بنزهقش. عايزين مين؟ هو هنا؟ هو فين؟ الأستاذ محفوظ؟ ايوه. مش موجود. يعني ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إني أعوذ بك وأشكرك على عبادتك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. تقبل الله خير. تقبل الله يا أخ أشرف. منا ومنكم. إيه؟ أخبارك إيه دلوقتي؟ مالي يا أخوي؟ ما أنا زي ما أنا أهو. لا 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 لا، زي ما انت وزهق. ايه ده؟ ده كلام يا راجل. يبقى صلاة كده ما عملتش حاجة معاك. المفروض الصلاة دي تكون هدت نفسك، خليتك أحسن وغسلتك من جوه. يما ما يبقاش ليها لزوم خالص. أيوة، الصلاة مش مجرد شوية حركات كده بنعملها، قيام وركوع وسجود. الصلاة أكبر من كده بكتير، زي ما هو الدين كده أكبر من اللحية اللي في وشك دي. أنا؟ أيوة. والدين برضو أكبر من حتة القماش اللي نسيت أختك تحطها على دماغها قبل ما تطلع البلكونة. الدين أخلاق قبل ما يكون عبادات. يا أخ أشرف، لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال رفقا بالقوارير. قوارير زجاجه